بسم الله. المرة دي الفيديو من أهم الفيديوهات لأن هيجمع لنا القصة كلها. احنا كنا واقفين عند ايه لما جينا نعمل ريفريش؟ الداتا ما اتعرضتش طبعا لأن الداتا بقت مختلفة، وكان في عندي مشكلة في السكيورتي. انا هنتكلم الأول على الداتا وبعد كده نظبط على حتة السكيورتي. انا لما ارجع كده للداتا الجديدة، طبعا كنت بنادي على ملف الجيسون ده. فملف الجيسون كان متقسم ازاي؟ كان في كاستمر داتا ودي اري، خد بالك، يبقى كده محتاج الوب عليها. وبعد كده اعدي على اول واحد، بعد كده اعدي على الدولة الثانية، وبعد كده اعدي على الدولة الايه الثالثة. يبقى انا الاول عايز اعمل لوب على الكاستمر داتا. ده اول ايه؟ ده اول مفهوم عندي، هسميه كاستمرز داتا، ماشي؟ يبقى ده اول مفهوم عندي، دي اول اري وانا عايز الف ايه؟ الف عليه. يبقى انا بدل ما كنت بلف على طول مباشره على الكاستمرز، لا الاول هلف على الكاستمرز داتا، منطقي. خلاص؟ طيب، وبعد ما الف على الكاستمرز داتا عايز القط مع اول لفه الاسم الكانتري، اسم الايه؟ اسم الكانتري بتاعتي. فجيت قمت عامل ديفايا، مش هديها الاي دي، خليها كلاس اسمه كانتري، وعشان نبقى لو عايزين نبقى نظبط الكلاس بالمره في التنسيق يعني بتاعنا في السي اس اس. وهاجي جوه الديفايه دي هو عامل ايه؟ او عامل ديفايه ثانيه اليرت كده عشان تاخد شكل كده بالستايل بتاع البوت ستراب. فاقول له كلاس كده ادي له اليرت، وادي له اليرت مثلا اي لون، فادي له مثلا اليرت مثلا برايمر عشان ياخد لون الازرقات كده. و الرول طبعا اليرت هي وظيفته ان هي تبقى عباره عن ايه؟ عباره عن اليرت. طيب بعد كده خلاص عرفنا ان هي بقى اليرت، ودي تبقى شريط كده ازرق، وهكتب فيها على اتش 3 يعني بخط كبير كلمه كانتري وكولون، وعايز اطلع بعديها بقى الايه؟ اسم البلد اوتوماتيك. فهقول له زبان، وهعمل للزبان داتا بايند كالعاده زي ما عملنا قبل كده. وبعد الداتا بايند ديت هنادي على التكست واجيب الكانتري، اللي هي لو رجعت ملف الجيسون، هلاقي ايه؟ اول حاجه الكانتري. فكده هيصيد كلمه ايجيبت، هيصيد كلمه سعودي اريبيا، صح كده؟ كويس جدا. بعد كده هنخش المفترض في ايه؟ في لوب ثانيه بتمر على الكاستمرز الخاصه بالبلد دي. يبقى اول حاجه حطيت العنوان بتاع البلد، خلاص الشريط اهو دي مثلا ايجيبت، وعايز احط بقى الكاستمرز بتوعنا تحتيهم. عشان احط الكاستمرز بتوعنا تحتيهم يبقى طبعا دي كانت قافله غلط. يبقى انا عايز اعمل لوب على مين؟ على الكاستمرز، على الكاردز بتاعت الكاستمرز دي. فقوم جاي اعمل ايه؟ هقول كل الكاستمرز دول، طبعا انا حطيت بس القفله عشان تبقى القفله الكبيره شايلهم كلهم. ادي الكارد بتاع مين؟ بتاع كل كاستمر عندي. الكارد بتاع كل كاستمر عندي هقوم جاي اقوم قايل له بقى معلش انت، احنا محتاجين هنشيل بس الويتس الثابت ده، مش مهم الوقت الستايل بتاعه، لكن هكتب مكانه داتا بايند. انا عايز اربط ده بداتا المره دي فور ايتش، هيعمل اللوب الثاني اللي هو هيعدي بقى على مين؟ على الكاستمرز اللي داخل نفس الايه؟ اللي داخل نفس البلد. يبقى انا الاول عديت على الكاستمر داتا عشان دي اري اهي، خلاص عشان دي اري امشي على البلد الاولى بالكاستمرز بتوعها، خلاص. بس انا اخدت ايه؟ الكانتري ايجيبت، بس الكاستمرز دول ذات نفسهم برضو اري، فعشان كده عايز امر على مين؟ على الكاستمرز. يبقى انا هلف بقى جوه مين؟ جوه على الكاستمرز. يبقى انا لفيت اللفه الاولى على البلد، وبعد كده بلف ايه؟ بلف على الكاستمرز. الكاستمرز دول عشان اعرض الداتا اللي احنا حطيناها كتير دي بقى محتاجه ايه؟ اظبط الكارد بتاعي بشكل مختلف شويه بحيث اقدر اعرض كم بيانات يعني كويس شويه. فطبعا خدوا بالكم برده من الكلاس اللي هو كان كارد كولومز، انا هشيله من الفور ايتش بتاعت الكاستمرز داتا اللي هي بتاعت البلد، لان انا مش عايز البلد تبقى جنب بعضها. انا هعمل فور ايتش ديفا عاديه للكاستمر داتا اعرض فيها البلد. اما العرض الخاص بالديفا اللي هتمر على الكاستمرز هي دي اللي هتبقى متقسمه ايه؟ هي اللي هتبقى متقسمه كولومز، خلاص، عشان دي البيانات بتاعت الكاستمرز هي اللي عايز اقسمها الى ايه؟ الى كولومز. فخليتها دي لوحديها ودي لوحديها. فادي ايه؟ ادي اللوب بقى الثاني اللي هو هيبدا على الكاستمرز زي ما قلنا. عايزين بس نظبط فيه الايه؟ العرض. فاول حاجه هبدا بديفاي، خلاص الديفاي ديت هديها كلاس، خد بالك انا شلت القفله بتاعتها. الكلاس بتاعها هقول له ان ده كارد بقى، خلاص انا شلت اللي فوق خليته كارد كولومز، ودي هخليها الكارد. واقوم جاي في الاخر تحت ومقفلها عشان يبقى كل بقى الايمج بالتكست بادي بالكارد تايتل بكله تحت، ماشي. فقفلت الديفاي بتاعتي، فبقى كله الصوره بالبيانات بكله اهي كلها داخل مين؟ داخل الكارد ذات نفسها، خلاص كده. طبعا التنسيق ده بس لمجرد انك عينك تبقى بعد كده ايه مركزه ايه اللي جوه ايه وكلام زي كده، لكن هي ما بتفرقش،
يمكن هي ايه في الاساس ما بتفرقش. فهاجي بعد كده خلاص احنا قلنا دي الكاستمر، دي طبعا ما بقتش الكاستمرز، لان خلاص يعني الديباني ما بقتش كاستمرز، دي ما بقتش الكاستمر، بقت كاستمرز يعني لوب. وخليت الكارد هو اللي ايه، هو اللي بياناته عباره عن كاستمرز، وعملت ايمج شلت بس الويتس المحدد مش عايزه، انت عايزه تخليه. وبقى عندي هنا الكلاس كارد وكاستمر، وممكن اديله بوردر كده عشان يبقى الايه الكارد ليه خط بسيط كده، واديته لون دينجر كده، لون خفيف كده، هيبقى موجود ايه كبوردر موجود على الايه على الكارد كله مش على الصوره. وبتجي بقى على الايمج زي ما هي كاست ايمج، احنا تقريبا ما غيرناهاش. لكن تعالى بقى في الكارد بادي اللي كان عباره عن تكست ايه، انا عايز اظبطه، فانا عايز اعمل فيه كذا حاجه، انا عايز اكتب مثلا دكتور او مستر او بتاع. قلت له خلاص دي كانت هتطلع عندنا من حاجه اسمها تايتل، فبتعمل سبان واعمل لها داتا بايند على التايتل. التايتل دي موجوده عندنا في الجيسون راجع، فبتعمل سبانيه واقول له داتا بايند. الاول اديتها كلاس بادج، عشان البادج بيطلع ايه اللي هو في السي اس اس او في البوتستراب، بيطلع كده اللون كله لون خلفيه، والكلمه تطلع عليه ايه اكنها مكتوبه باللون بقى الابيض او كده، لكن هي بتبقى تطلع من الخلفيه اللي هو لون سكندري ماشي. وبعد ما اديتها للسال ده هديها ايه، هديها الداتا ايه، الداتا بايند. في الداتا بايند عايز احط تكست اللي هو مين، اللي هو التايتل بس، مش اكتر من كده، اللي هو افتح بيانات الكاستمرز كده، يفتح بيانات كاستمر منهم. يبقى كده هينقي مين، التايتل خلاص، فمستر بقى دكتور مش عارف ايه، يطلع الايه التايتل بتاعه. خلاص طلعنا ايه التايتل. بعد ما طلعنا التايتل نيجي بقى للكاستمر نيم، عايز احط اسمه صحيح كده، عشان احط اسمه خلاص اف 5 اتش 5 اسف، هيدر 5 يعني، وده واخد الستايل اسمه كارد تايتل. وبعدها اسم الايه، اسم الكاستمر بتاعي، بيطلع مستر او دكتور او انج او مش عارف ايه، وتحتها اسم الايه، اسم الشخص. تعالى بقى لمين، للكارد تكست، الكلام اللي كان كتير ده اللي ما كانش ليه لازمه، اللي هو كان تكست كتير تحت بعضه كده، عايز استغله في ايه انا بقى، عايز استغله في بعض الحاجات. عايز استغله في الاول ان انا هعمل فيه باتن كده، الباتن دوت لا باتن اشيل ده، التايب بتاعه باتن برضو، كنا ممكن طبعا نعمله حاجات تانية بس مش مشكله. وادي له كلاس بس عشان يطلع بشكل باتن بتاع السي اس اس، وباتن برايمر عشان يطلع لونه ايه ازرق، الزرار اللي انا عايز اطلعه. هقول لك الزرار ده انا هعمل بيه دلوقتي ماشي. ده الباتن بتاعي، الباتن ده في حد ذاته هيطلع كزرار، المفروض ان انا هكتب عليه حاجه تمام. انا قبل بس ما اكتب عليه هاخد منه كوبي عشان عايز اعمل زرارين. هقول لك انا بس عايز اعمل حكايه الكول لكنه بيدوس على زرار يعمل اتصال بالتليفونيا او يبعت ايميل، عايز اعملهم زرارين بحيث تقدر تستغلهم يعني. فعملت كلمه كول وجنبيه عايز اطلع رقم التليفون، وعايز اطلع رقم الايه التليفون. طيب فهكتب ايه، هكتب اسبانه عاديه واديها كلاس، وبرده هديها كلاس البادج ديت، البادج بتاعت البوتستراب العاديه، بس هديها بادج ايه لايت، اللون بتاعه لايت يكون لونه فاتح يعني. وجوه الاسبانيه ديت عايز احط لينك، عشان اللينك لما بيبدا في التليفونات بكلمه وكولون وكذلك الايميل، البراوزر بتاعك بيفهم يعني ايه الكلام ده. هقول لك يعني ايه، هنا عملت لينك اهو، وعملت داتا بايند، وقلت انا عايز اظبط الاتريبيوت اللي اسمه هايبر ريفرنس، اللي هو اللينك بقى ذات نفسه اللي بيودي خلاص في اللينك العادي. فتقول له اتش ار اي اف ديت تل ونقطتين، كلمه تل ونقطتين معناها هو فهم ان ده رقم تليفون، فلما هاجي اكليك عليه، خد بالك انا كتبت تل ما بين سنجل كود، دي معناها كلمه ثابته بالكولون بتاعتها، وجنبيها يجيب رقم التليفون من مين؟ يجيبها بالنوك اوت يجيبها. فكده الخاصيه اللي اسمها هايبر ريفرنس هتحط كلمه تل ونقطتين، وجنبيها الداتا هتجيب لك الفون، وخد بالك من الكومه دي اول مره نقابلها، والتكست يبقى فون. يبقى انا كده ايه، خد بالك عشان 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 خاصيه كلمه تكست معناها اللي ما بين ايه وسلاش ايه، اللي ما بين ايه وسلاش ايه رقم التليفون هيظهر، لكن هايبر ريفرنس لما كليك هيحصل ايه. فقلت له لما كليك هتحصل ايه، لما كليك هتروح على كلمه تل وكولون ورقم التليفون، فكده لما تيجي تدوس البراوزر هيقوم برامج التليفون. كنت واخد منها كوبي وعملت بيست تحت، بس عشان اعمل نفس الفكره للايميل اشيل كلمه تل واحط كلمه ميل تو، كلمه ايه ميل تو، فكده معناها لما تيجي تدوس على الايميل دوت هيفتح لك برامج الايميل اللي متحدده على الايه على الاوبريتنج سيستم لو كان فيه خلاص. فانا تقريبا هما الاثنين نفس الزرارين تحت بعض، ما فيهمش اي اختلاف غير ان دوت على الايميل ودوت على مين، على الفون، وده واخد تل وده واخد مين ميل تو، بحيث ان هو يبقى فاهم يعني ايه دي ويعني ايه دي. حلو جدا، اشيل الدفايه دي غلط،
احطها فوق عشان اطلع اللينك بتاع الديتيل ده لوحده، لان هحط له ديفايه اللي هي في كارد بيبقى ليه كارد فوتر بياخد لون كده خفيف سنه كده، فيبقى في عندي كارد تايتل وفي عندي الجسم وفي عندي في كارد كارد فوتر. فجيت متعمل ديفايه ومتعمل لها كارد داش فوتر. ده تنسيق طبعا لو انت مش عارف ما تقلقش منه، لو موجود في بوت ستراب عادي جدا انت ممكن تروح تدور عليه وتاخده كوبي وترميه على طول يعني. فانا هعمل كارد فوتر بالشكل ياخد لون ايه، لون من تحت شويه كده لون غامق. حتى لو عملنا ريفريش دلوقتي ممكن هنا قال لي الكروس اريجن بقى مش هيظبط. قلت له طيب ماشي، انا نشوف حكايه الكروس اريجن دي، لان احنا قلنا فيها مشكله في السكيورتي فالبراوزرات بتقفل. فانا ممكن افتح الران عشان اجتاز دلوقتي بس فكره السكيورتي. انا هجيب لكم ادي الامر اهو عشان تبقوا شايفينه على شاشه كبير، اللي هو كروم اي اكس اي، وبعد كده قلت له داش داش يوزر داتا والدايركتوري بتاع الكروم وديف سيشن، وقلت له ديسيبل ويب سكيورتي، يعني وقف الويب سكيورتي دلوقتي لان انا فعليا مش مقوم الحاجه على سيرفر خلاص. فما تيجي تدوس عليها في الرن هترن لك البراوزر بالشكل دوت وعامل لك ايه، ان هو ديسيبل للويب. خد بالك ان انت ديسيبل للويب سكيورتي. قلت له مش مشكله، انا عايزك توقف الويب سكيورتي دلوقتي، انا عايز اشوف الداتا بتاعتي اللي بتيجي والكلام ده كله. فانت واخد كوبي من اليو ار ال وحطيته بيست في الايه، في البراوزر الثاني، ودوست انتر. قال لي ادي الليست اوف اور بانك الكانتري ايجيبت، وحط لي فيها ثلاثه هم. خد بالك بقى من الكول والميل والاثنين ايه، زراير واخدين ان هم لينكات، يعني لما تدوس هياخدوا ايفنت دلوقتي. بعد كده حط الدوله اللي بعديها، نفس الكلام في الكول وفي الايميل والديتيلز. طبعا انت هلاحظ ان الديتيلز خدت لون غامق عشان دي ايه، عشان دي حطيناها في احنا في كارد فوتر. واللي بعده واللي بعده واللي بعده. طب لما نيجي ندوس على الايميل، عشان هنا على الاوبريتنج سيستم ده مظبوط على الاوتلوك ففتح الاوتلوك. طب لو دوست على الكول هيقول لي خد بالك البراوزر بتاعنا سالك، خد بالك ده عايز يفتح الحاجات خاصه بالفون وانت ما كنتش ظبط، فقلت له مثلا اختار الفون مثلا، فخلاص بقى بيفتح الفون بتاع الايه، بتاع الجهاز الكمبيوتر لو متحدد. فكده خلينا الايه اللينكس بتاعت التليفون او بتاعت الايميل حساسه. وتلاحظ طبعا برضو ادي الايه البادج بتاع مستر وانج ودكتور ومستر والكلام ده كله، وشكل الايه الشاشه بقت فيها داتا كتير، ونسقنا الشكل بتاعنا وطلعنا الكانتري وعرضنا الداتا بتاعتنا. طلع طبعا الكانتري سعودي اريبيا، وبعد كده الكانتري سوريا ادي اهو، والناس اللي فيها، وجاب كل ايه كل مجموعه ناس تحت الدوله ايه، تحت الدوله بتاعتهم. وده بقى شكل الايه، شكل العرض اللي احنا توصلنا له في الفيديو ده. كده خلصنا الفرونت اند بتاعنا. بقى عايز اجيب الداتا دي مش من جيسون، عايزين نروح نجيبها من داتابيز. دي قصه بقى نحكيها مش في الفرونت اند تولز، نحكيها ان شاء الله مع بعض في الباك اند تولز.